الجزائر بلادنا والخضرة ديالنا، هذا ما قاله سعد داما الرئيس المدير العام لمتعامل الهاتف التاريخي موبيليس خلال حفل التوقيع الرسمي على عقد الرعاية الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والذي جرت وقائعه بفندق الهيلتون أمسية الاثنين، وحضرته شخصيات رياضية عديدة على غرار رؤساء الأندية ورئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج. إننا كمتعامل وطني نكرس الاحترام، وباقتنائنا لهذه الحقوق لن نسمح لأي كان أن يستغل هذه الحقوق مهما كلف الثمن. إننا كمتعامل وطني وكمحترف لن نفكر أبداً أن نتدخل في صلاحية الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، هي الهيئة المخولة قانوناً والتي تملك كل الاحترافية لتسيير شؤون كرة القدم. من جهته أعرب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن فخره بمرافقة شركة عمومية للفاف والمنتخب الوطني، مؤكدا أن هيئته ستستثمر أموال العقد الذي سيدوم لخمس سنوات لتطوير كرة القدم في الجزائر. أشكر جزيل الشكر أخي وصديقي السيد رئيس المدير العام لأتيام موبيليس على إتاحة لنا هذه الفرصة لإبرام اتفاق تاريخي، أكرر تاريخي، لأنه لن يحصل مثل هذا العقود في الجزائر قبل هذه اللحظات. Cet accord est historique, il nous permettra d'abord de vendre l'Algérie pour les Algériens avec les Algériens et c'est une excellente chose. شركة متعامل الهاتف النقال العمومية والتي فرضت سيطرتها على الرياضة الجزائرية مؤخراً بعد أن أبرمت عقد رعاية مع اللجنة الأولمبية ومع الخضر، تؤكد مصادرنا أنها ستكون الراعي الرسمي للمنتخب الوطني لكرة اليد في مونديال قطر. فهل سيعود هذا بالإيجاب على الرياضة الجزائرية في المستقبل؟